طيب حسب أنت عاملة نظافة. نظافة نعم. رغم أنك معاقة طلع برك على يدك لكي يتذكر المشاهدون آثار الحادث الذي تعرضت له. يعني أنت تقومين بأعمال أن يشترط أن تستخدمي كل جسمك، ولكن أنت أصلا يدك أنا كي نلقى خدمة خفيفة وتكون تقدر تولبني تولي من الظروف تاعي نخدمها ومش عيب. مش عيب. أنا قبل ما انتحر كنت عاملة نظافة، ولحد الآن مازلت عاملة نظافة. كي نلقى خدمة اللي تساعدني وتكون تساعد الظروف تاع الدار تاع الابن تاعي نخدم، مش عيب. خدمة نخدم بصح للأسف كاين بزاف كيروح اليوم هكذا يعطيو لك تخدم سمانة سمانتين يقول لك مدام هاكي شي نكتبو ربي وما تزيديش تجي، أنا حنسكر أنا حنجيب وحدة إلا سيكريتير هي اللي راهي تقوم بهذا المهمة. للأسف تعظ الأمور كل تعثرت في بعضها وليس ما نقدرش.